اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. الحقيقه ده شغلنا وبنحاول نكمل فيه على قد ما نقدر، وبنحاول طبعا احنا مش منعزلين عن الاحداث اللي بتحصل ولا كل حاجه، ولكن في النهايه الواحد مش عارف يقول ايه. يعني بجد حاجه صعبه جدا جدا الاخبار اللي احنا عمالين نسمعها وعمالين نشوفها. لسه كنت بتكلم مع الاستاذ جمال والاستاذ محمود، يعني انا بس اللي هعلق في هذا الامر، لكن هو امر انا مش عارف هو اللي بيحصل ده طبيعي ولا الواحد مش عارف يتكلم ولا قادر يتكلم ولا قادر يعمل حاجه، ولكن في النهايه ربنا يقف معاهم يا رب، اخواتنا في فلسطين واللي بيحصل معاهم ربنا يعني يخلصنا من اللي احنا بنشوفه ده. بصراحه والله العظيم الواحد مش لاقي كلام يقوله ومش لاقي حاجه يقولها. يعني استاذ جمال استاذ محمود، لو اخد كلمتين سرعة جدا جدا، هي يعني باختصار شديد هي جريمه ضد الانسانيه. جريمة ضد الإنسانية فعلا. جريمة ضد الإنسانية، والحقيقة هي اتكررت كتير قوي على مدار السنين الطويلة اللي فاتت، إنما الحقيقة المرة دي بلغت أقصى ما يمكن من بجاحة. يعني ما فيش الواحد مش عارف يعبر عن هذا الموقف غير بأن فعلا مش بني أدمين. أنت عارف أن دول مستشفى مدني، والمفروض يضم هذا المستشفى مرضى ونازحين وأطفال ونساء، ورايح تضربهم ومفيش حجة انك تقول انا معرفش. 100% انت راصد تماما، او هم يعني مش انت ولا احنا، الاسرائيليين راصدين تماما انهم هم بيضربوا بيعملوا ايه. فربنا منتقم بإذن الله. استاذ محمود، حرب إبادة واضحة بعد ضرب المستشفى. معلش يا جماعة اعذرونا مش قادرين نسمع يعني، وعاوز اقول لحضرتك كابتن اسلام، يعني المرة دي يعني رسالة لكل اللي بقى بيدونا بقى الغرب ومش الغرب والإنسانية والكلام اللي احنا تعبنا منه. انت شفت الإعلام الغربي عمل ايه؟ شفت تزوير الحقائق، شفت ادعاء ان الاخوه في فلسطين قطعوا رقاب الاطفال في اسرائيل وده ما حصلش. شفت قلب الفبركه والاسد، عرفتوا بقى الوضع؟ اكيد احنا عارفين اصلا وحافظين وضعهم بالنسبه لنا. للناس اللي عاوزه تفهم وعاوزين نقول يا جماعه انه القضيه الفلسطينيه مش قضيه سياسه وبس، دي قضيه عقائديه دينيه، يعني لازم نكون واضحين فيها، مش محتاجه انك انت توارب الباب فيها. طبعا مصر بتتابع الموضوع بتركيز شديد جدا. اتمنى يا رب ان شاء الله يا ربنا يعني يعينهم على اللي هم فيه، وربنا منتقم بالبار يعني الدعاء والصلاه سبحانه وتعالى في كل صلاه، لكن يعني. طبعا لكن دي لحظات كشفت حاجات كثيره جدا لا نملك فيها سوى الدعاء والتوجه والتضرع على الله سبحانه وتعالى، ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل، بالفعل هذه الكلمه. يعني خلينا ننتقل الى الرياضه وكره القدم وشغلنا الاساسي في هذا الامر. خلينا نتكلم عن النادي الاهلي وارتباطات النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. يعني طبعا اهم حاجه واول الارتباطات المهمه لقاء سيمبا التنزاني في افتتاح اول دوري سوبر للكرة الأفريقية، إن شاء الله هيكون في دار السلام في تنزانيا، هيبقى يوم الجمعة. طبعا مهم جدا بالنسبة للنادي الأهلي، عينه على اللقب بإذن الله، وهو ضمن مجموعة من أفضل الفرق الأفريقية المشاركة التي تم اختيارها بناء على معايير وبناء على دراسة من الاتحاد الأفريقي، وكان من الطبيعي ان يتصدر المشاركين النادي الاهلي. صحيح. باعتبار ان هو يمكن صاحب الافضليه على المستوى الافريقي في السنوات الطويله الماضيه. من المؤكد ان النادي الاهلي بقياده مارسيل كولر بيستعد تماما وبشكل قوي لهذه المباراه، اللي هي يرجو من خلالها ان تكون بدايه موفقه في دور ربع النهائي، اللي هو يترتب عليه صعود النادي الأهلي بإذن الله إلى الدور قبل النهائي ثم الدور النهائي. وللعلم طبعا أو الناس عارفة أن هذه البطولة تقام من 20 أكتوبر إلى 11 نوفمبر.
صحيح، وتحسم نهائيا باعلان بطل هذه البطوله. تمام، فنتمنى باذن الله النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي عودونا هم دايما على ان هم رجاله وان هم بيلعبوا على الالقاب، ونتمنى لهم الفوز باذن الله. استاذ محمود، الفتره القادمه بطولات كثيره وصعبه، اهم هذه البطولات او اهم هذه الصعوبات اللي بتواجهنا قص الشريط في حضور يعني فينتينيو رئيس الاتحاد الدولي وباتريس موتسيبي في ملعب بنجامين في دار السلام، لا شك انه حدث كبير جدا، خاصه انه اصبحت بامانه شديده تنزانيا بتشهد نهضه كرويه مميزه، مع عندها فرقتين يعني كبار حاليا يانج افريكانز وسيمبا بيعملوا اداء متميز طبعا، واثنين واحد منهم بيلعب في دوري اثنين في دوري الابطال، ومنهم كان واحد بيلعب نايل الكونفدراليه الموسم الماضي من اتحاد العاصمه. فاعتقد انه حدث كبير، الافتتاح هيبقى الساعه 6 في حاله يعني عاوز اقول بهجة كبيرة جدا في تنزانيا لمواجهة النادي الأهلي، هم وتصريحاتهم كتيرة جدا يمكن على الترويج لهذه ترويج إعلانات تذاكر المباريات تذاكر المباراة نفذت أعتقد كامل، هتشوف ملعب أكثر من رائع. يمكن انا شايف انه شيء جيد ان المباراه بدل ما كانت 3 بقت 6، فده برضه بحد ذاته لا شك انه افضل. رئيس الاتحاد الدولي موجود هيبقى برضه بيدي برضه رسائل مهمه جدا للتحكيم والحاجات الثانيه، فاعتقد انه البدايه بتبقى بدايه مهمه جدا. مدربهم البرازيلي اوليفيرا بيتكلم كتير عن الاهلي وانه تاريخه مش هيرعبنا وان احنا هنقدر نعمل ونسوي ونكسب، من حقه يتكلم، هو الراجل لازم يرفع معنويات لعيبته وحاسس طبعا. عاوز اقول انه عندنا دروس من سيمبا مع سيمبا قبل كده، ومحتاج انك انت تبرهن على قوتك وتبرهن على وجودك وانك تقف على ارضيه صلبه تقديم مباراه مميزه. اعتقد دي كلها في حسابات كلها رغم ضيق الوقت وعوده الدوليين من كل مكان والمصابين واصطحاب كل الفرقه معاه. اتمنى التوفيق للنادي الاهلي، بدايه هتبقى مهمه جدا في بطوله وليده، انك تعمل البدايه وتصل لنصف النهائي وتنتظر الفائز من لقاء سان داونز هتبقى شيء جيد جدا. مستويات بترتفع، الكره في افريقيا لم يعد هناك صغيرا او كبيرا، خلاص مستويات قربت، الجهد والعرق والالتزام والتنظيم والتعلم من الاخطاء والهدوء، كل ده حقيقه الموسم صعب على النادي الاهلي السنه دي وعلى لاعبته، ما بين المستوى الافريقي ودوري ابطال افريقيا والدوري الافريقي، ما بين المنتخب تصفيات كاس عالم وام افريقيا ومن المنتخب الاولمبي، ما بين مسابقات محليه، لا شك انه هتبقى في جهد كبير وضغوط كبيره جدا على الاداره الفنيه الفريق، وازاي تعمل روتيشن وتدور وتطلع وتحافظ على نسوء اكبر وازاي تستفيد. فاعتقد انه هيبقى موسم متشابك، موسم صعب، اتمنى التوفيق فيه للنادي الاهلي ان شاء الله يعني باذن الله تعالى. طيب نشوف نطلع نشوف هذا التقرير عن تاريخ مواجهات النادي الاهلي مع الانديه التنزانيه. دائما المباريات الافريقيه التنزانيه زي ما شفنا في التقرير الحمد لله ربنا كرمنا عندنا يعني فيها ريكورد كويس، ولكن اهم ما او اهم شيء شايفه قد يكون عائق امام النادي الاهلي هو التحكيم الافريقي. خصوصا في ظل ان احنا سمعنا خلال او من سنتين ان فور فوز رئيس الاتحاد الافريقي الحالي باتريس موتسيبي قال انا هغير وهعمل وهجيب وهنشتغل على الفار من اول يوم وهنعمل كل التقنيات الجديده في الفار وكذا وكذا، ولكن فوجئنا بان احنا بنلعب دوري ابطال افريقيا مثلا وهي البطوله الاهم ساعتها بدون الفار في دور ال 32 ودور الثمانيه دور المجموعات بداية من دور الثمانية فقط. فوجئنا مثلا ان مستوى التحكيم حتى الحكام الصغيرين اللي طالعين هو مستوى ما اعرفش، اسمع رأي حضراتكم. شوف هو طبعا مبدئيا التحكيم لازم نبقى معترفين او كلنا متفقين على كده، هو عنصر من عناصر اللعبة للأسف يجب عليك ان تتعامل معاه، سواء كان مستوى عالي او مستوى متدني. ويمكن زي ما حضرتك قلت كان في بدايه الموسم اللي فات في دفع بحكام جدد، يعني قالوا هينزلوا اسماء جديده بنسمعها اسماء جديده بس محدش علم يعني وللحق ان كان في اخطاء رهيبه منهم، فيعني لابد من الاتحاد الافريقي خصوصا مع انطلاق هذه البطوله ان يكون هناك اختيار جيد بالظبط للحكام. وبرضه مسألة تقنية الفار لازم تكون مطبقة في كل المراحل، يعني
ايه الفرق بين انك تطبقها مثلا في دوري ابطال افريقيا ابتداء من دوري المجموعات او دور الثمانية؟ طب ما لازم تطبق من الاول، لان ممكن فرق كتير تظلم من خلال اخطاء تحكيمية. انما برضو اكيد، وده اللي احنا تعودناه من النادي الاهلي يا كابتن اسلام، هيتعامل مع الحكام ايا كانوا، يعني لابد ان تتحمل. طبعا ده مش قصدي، ولكن هل يمكن يعني نجد نسخه جيده يعني من لغايه ما يبقى فيه الحكام اللي على المستوى، انت مطالب برضو. هذا لا يعفي النادي الاهلي من ان هو داخل عشان المنافسه الحقيقيه. وانا بقول ان هو مع يعني حتى مع فرق التنزانية مستوى اداء فرق او فريق النادي الاهلي على مدار العصور، لا الاهلي برضو بيتفوق ويتقدم عليهم. واعتقد انه باذن الله هتكون المباراتين القادمتين ذهابا وايابا باذن الله في متناول النادي الاهلي. وانا بقول انه لو النتيجه بتاعت مباراه الذهاب لازم نلعب على اساس ان احنا نحقق افضل نتيجه تساعد في مباراه العوده باذن الله. استاذ محمود. لا طبعا، هو التحكيم هيظل مشكله مش في افريقيا بس يا كابتن اسلام، ده على مستوى العالم. انت بص على يعني زي ما بيقول لك ابو الدوريات، الدوري الانجليزي، اللي هم يعني ناس اللي صنعوا قوانين اللعبه وعملوا كل الشغل. انت شايف بتحصل حاجات غريبه جدا ومثيره. وطبعا في افريقيا الوضع طبعا بيبقى مرعب ومخيف، يعني خاصه كمان حتى الناس الوجوه الجديده اللي بيتم الدفع بيها، وجوه مش معروفه. يمكن هو ده الهدف اللي قال عليه باتريس موتسيب، ان احنا هنقدم ونطور. لكن مع التطوير ده لابد صاحبه انه في دقه في ضبط الامور، لانه لم تعد الامور تحتمل انه فريق يتحمل وبيسافر وميزانيه كبيره جدا وفي الاخر بخطا او حتى بقرار الفار. حتى الفار اصبح بدل ما تم استدعاء الفار للمساعده في تخفيف اخطاء الحكام، اصبح الفار مشكله كبيره جدا. صحيح. مقلق. وبامانه شديده انا يعني ضد هذه التقنيه وارفضها، لان حتى افقدت اللعبه متعتها واثارتها، وهي كده الكوره وحدها يعني بتعتمد الاثاره. الاخطاء دي جزء من اثارتها ومن تفاعلها. المساله دلوقتي يا كابتن اسلام انه حكم اللقاء اصبح اسير ابعاد اغلب الحكام، يعني 95% اصبحوا يعني بينتظروا اللي بيحددهم القرار، اللي قاعد على في التكييف في الهواء. قليلين جدا ما بيلتزمون، عندهم شخصيه واثقين عندهم في نفسهم، بياخدوا القرار، بيحتسب ضربه جزاء، بيحتسب هدف، بيعمل. دول قليلين جدا، مع انه البروتوكول بيديك ايه؟ بيدي الحكم ملعب ان هو سيد القرار، يوافق يرفض ياخد ما ياخدش. لكن الامور اصبحت صعبه جدا، واعتقد انه النسخه دي هتبرهن على حاجات كثيره جدا. هنشوف هل فعلا باتريس زي ما وعد انه في شكل جديد وتطور افضل الحكام، ولا ستستمر هذه. احنا سمعنا الكلام ده قبل كده. لا ما احنا هنقعد نسمع لغايه ما يعني هقول لك لغايه لما نشوف. لغايه ما نشوف. نتمنى ان هو يعني يوفي بوعوده، لانه فعلا التحكيم فعلا عنصر مهم جدا في القاره الافريقيه الحقيقه برضه. طبعا. وحتى على مستوى العالم. وعلى مستوى العالم. حتى على مستوى بطولات كاس العالم وغيرها. ما هو التحكيم ممكن فعلا يظلم ويخرج فرق. وحصلت قبل كده في كاس العالم، في كؤوس العالم المتعاقبه، يعني في فرق خرجت طبعا وفرق كرويه كبرى جدا. وبعدين في النهايه بتبقى عندك الايه؟ شماعه ان الحكم بشر. طب ماشي، احنا قلنا ان الحكم بشر وقد يخطئ. لما جه تقنيه الفار وبيحاول يصلح له زادت او ما قلتش، حصل لم تقلل الاخطاء، خلافات مؤثرة جدا. طبعا. فبالتالي لابد من الاهتمام بهذه الامور الخاصة بالتحكيم، لان فعلا هترفع مستوى اللعبة. لا ده هي عملت حاجة كمان يا كابتن اسلام، ده تقنية الفيديو ادت فرصة لبعض الفرق انه يتم على فكرة اتخاذ قرارات مش منطقية. ليه بقى؟ هنا بتدخل في اطار تحليل اللعبة نفسية، تحليل الصورة. صحيح. وتحليل الصورة ده له ألف وجه. يعني كل واحد بيحللها من إيه؟ من الطريقة بتاعته، وشايف مقتنع بيها ومش مقتنع. فالأمر الأمر يعني بدل ما كنت بتقفل الأبواب على إنه بقى في ريبة وشكلة، أنت فتحت باب وباب شر كبير جدا، على إنه لم يعد لبعض الحكام في أرضية الملعب السيطرة والسلطة، وأصبحوا العوبة في من يجلس خلف الشاشات. صحيح. من اللي حركه، من اللي وجهه، من اللي يعمل. هذه الامور بتدفع دايما
دايما قدر الفرق الكبيره بحجم النادي الاهلي وعلى مدار تاريخه مؤسسه كبيره ورؤساءه اللي توالوا عصور كانوا دايما عنده تحكيم بيتكلموا في منطق بامانه شديده انا احييهم عليه دايما. لا تنتظر حكم لغى هدف لغى ضربه جزاء، انت مطالب انك انت تصنع وتجيب. ها اجبر الحكم على انه يحتسب لك اللعبه، اللعبه دي كذا، لا في جهد في 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 عمل كبير جدا في يعني عاوز اقول لك ايه؟ هو بيطالبك للعمل لغايه ما صافره الحكم. ولا تنساق وراء اترك الحكم يعمل اللي هو عايزه، ما انت شفت كتير من الالعاب واللقطات اللي اتعملت وعدت وبتاع والكلام ده وكانت يعني مسار لغط كبير جدا، فاعتقد انه حتى الان طبعا التحكيم برضه قليلين جدا الحكام اللي عندهم موهبه. يعني لما تيجي تعد وتصنف انت كان فتره كان في توب، دلوقتي خلاص المساله بدات تقل. يعني انت حتى بعد الحكام اللي انت كنت عندك ثقه فيهم تحولوا في ظل الضغوط عليهم. صحيح انه لا ده الحكم ده فلان الفلاني وده يعني عاوز اقول لك ايه، بداوا يتشككوا في حتى في تصرفاتهم في قراراتهم. واضرب بهذا المثال مصطفى غربال، يعني مصطفى غربال بدل ما كان حكم عنده ثقه في مونديال الانديه الاخير في المغرب لم يكن على المستوى المطلوب، اتخذ اكثر من قرار غير لم يكن موفق فيه على الاطلاق. فانا عاوز اقول لك انه التحكيم لا مشكله رغم مشاكل التحكيم، الا انه عليه ان تدافع عن نفسك بانك انت اتحسبت لكش ضربه جزاء تعيد تاخد ضربتين ثلاثه ما اتحسب لك تجيب ثلاثه. يعني عاوز اقول لك ايه، لا بذل الجهد والالتزام والتركيز في نفسك افضل من انك تنتظر من الحكم أو توقف تتفرج على قراراته. مباريات صعبه كابتن اسلام، الدوري الافريقي هتبقى حساباتها مختلفه، دول افضل يعني افضل 8 فرق الكل هيتابع بدايه يعني بطوله وليده. الاتحاد الافريقي يحاول ان هو ينجحها ويوصلها للمستوى اللي هو عايزه تحقيق مكاسب، ورغم انه كل الكلام اللي اتقال وان البطل ياخد 11 مليون دولار والكلام ده كله الكلام ده تراجع بصوره 6 و5 على الباقي يعني، فكانوا 11 للتوتال. فالمساله لا قلت عن الامور زي الاول، لكن انا شايفها مليون. انا شايفها كنت اتمنى انه يكون رئيس الاتحاد الافريقي اذكى، انه هو يزود دوري ابطال افريقيا يديله اهتمام اكتر يزود جوائزه ويعلي المستوى. ده هيكون في الصالح وتخفيف على لاعبه الانديه، خاصه ان عندك منتخباتك وعندك انت يعني بتقود اللعبه وبتدافع عنها، وش نفسك تشوف منتخب افريقي في نهائي المونديال، نفسك تشوف الكره الافريقيه مستوى يرتقي. مش هو المطالبه بانك انت بتوسع البطولات فقط، لا لازم يكون انت شايف ان المواسم متحمه وعندك افريقيا وعندك دوري الابطال وعندك امم افريقيا وعندك اولمبياد باريس وعندك مسابقات محليه. لا يعني اتمنى انه بعد قرار الرابطه اللي هيتعمل انه يكون للرابطه دور في انها تتناقش في انه هذا التطوير ينال من الدوري الابطال افريقيا، وكل هذه الفلوس توجه الى انه بطوله الدوري الابطال افريقيا هي البطوله تبقى البطوله الاغلى والاعلى والاقدر، والتجويد فيها يكون مهم جدا عشان تصل للمستوى اللي انت عايزه. مصر والجزائر ومباراه رائعه بكل المقاييس على الرغم من نقص العدد. دايما يعني حته النقص العددي انا بعتبره عفوا يعني من افضل ما حدث في هذه المباراه كضغط ممكن يحدث في اي مباراه على المنتخب المصري. وانا بقول انه نجاح المنتخب المصري يعني تجلى بشكل واضح جدا بعد طرد محمد هاني، خلاص بقى انت بتلعب ناقص عدديا واحد اللعيبه المهمين محمد هاني مش موجود، وبالتالي جه التغيير السريع من فيتوريا بسحب زيزو ولعب عمر كمال، كان ده تغيير اجباري زي الاصابه كده، فلازم كان يكمل الخط الدفاعي بتاعه ويكمل البناء بتاع الفريق ويحاول يعوض غياب زيزو. صح يعني سهل ان هو يعوض غياب زيزو بطريقه اللعب اللي هيتبعها. انما التجربة بشكل عام يا كابتن اسلام انا بقول انه النقص العددي خلى لعيبة منتخب مصر تظهر افضل ما عندها، يعني زي ما بيقولوا كده يعني رب ضارة نافعة، يعني انه انت خسرت جهود محمد هاني، وان كان لما استدعي الحكم يحيى الملا من الفار لمراجعة اللعبة مرة أخرى 100% الفار كان له رأي تاني،
اللي هو انه هو محمد هاني ما كانش داخل قاصد الايذاء. شكل اللعبه صعب جدا يعني، شكل اللعبه نفسه تخد خطير خطير. انا يعني كابتن ناصر عباس امبارح قال لي هي مش شكل مش لانه لا يتوفر فيها عنصر العمد وعنصر الايذاء ان هو داخل ياذي. هو ما شافش، هو ما شافش اللاعب على فكره يعني، هي بس ممكن لما يعيدها ممكن يتاكد من ده يعني، ممكن من اول مشاهده ممكن ما يتوصلش او ما يبقاش عنده القناعه بانه اللعيب مش قاصد، انما هو تصرف تلقائي. ممكن يكون فيه جزء كبير من الخطا من محمد هاني، في تهور طبعا شوية. في تهور شويه طبعًا. لكن غير مقصود بيه، ولكن في النهايه هو الحكم تمسك برايه ورفض قرار الفار يعني، وهذا حقه ضمن مكاسب المباراه يعني. لكن مش طرد محمد، ولكن اللي حصل يعني طبعا. واجمالا انا بقول انه المنتخب ظهر في هذه المباراه بروح انا بقول انها كانت مفتقده خلال الفتره الاخيره. منتخب الجزائر من المنتخبات القويه جدا، ومن المنتخبات الشرسه التي يعني انا خفت انه بعد طرد محمد هاني ان منتخب مصر ينهار بشكل او باخر، لان اداء المنتخب الجزائري عموما شرس، ودايما في نوع ايه من الاستفزاز في اللعبات المشتركه والبتاع، ممكن ده ياثر. لكن الحقيقه نجوم المنتخب ادوا مباراه قويه جدا، ختموا بيها معسكر اكتوبر بشكل انا بقول انه ممتاز جدا جدا، ويطمئنك على القادم في المباريات القادمه وعلى شكل المنتخب ان شاء الله في المرات القادمه. استاذ محمد، هي قصه 180 دقيقه يعني، مباراتين زامبيا والجزائر، فارق بينهم قصه مثيره، قصه انت عندك مكاسب كتيره جدا يعني. الروح اللي كانت في ماتش الجزائر النهارده احنا ما شفناهاش من فتره كبيره بالزبط. جدا يعني دول انا شايفها دي افضل مباراه، تاني افضل مباراه لفيتوريا من وقت ان تولى المهمه، يمكن بعد مباراه بلجيكا يعني دي من المباريات اللي هي المثيره جدا. ويمكن التغييرات في الملعب وتحركات اللعيبه يعني، مثلا محمد صلاح عمل مباراه ما شفناهاش من فتره كبيره جدا، صحيح. والروح والاصرار وحجم الضغط واللعب، منتخب الجزائر منتخبات المميزه جدا قويه، عندها اصرار كبير جدا، دليل انه جمال الماضي غير 90% من شكل الفريق يعني، كل هذه عناصر جديده ما كانتش موجوده قبل كده يعني. بعد الخروج من كاس الامم الاخيره في الكاميرون وخروج من الدور الاول حصل زي ما بيقول لك غربله يعني، كلها يعني لاعبين اغلبهم شباب في الدوريات الفرنسيه، ما عندكش لاعب محلي في المنتخب على فكره الجزائر، كلهم لاعبين كبار. فانت هنا المباراه دي عملت لك حاجه، رجعت الشخصيه رقم واحد. في بقى المهاجم الشبح اللي انت ما بتشوفوش، حمدي فتحي. صحيح. ده تطور، لا تطور حمدي، تطور اداء مع كولر، تطور رهيب جدا ما كناش نشوفه يعني. لو عددنا نشوف اللي عندك مستوى مميز لتريزيجيه، روح عاليه جدا واصرار وجهد كبير جدا، خط يعني نص الملعب بتاعك كان شيء مميز جدا. النني كان عاملين شغل، محمد عبد المنعم وعلي جابر كانوا عاملين شغل، محمد هاني والطرفين محمد حمدي برضه محمد حمدي عمل شغل كبير جدا. الشناوي بخبراته وفي كثير من اللقطات في المباراه كان لا يعني، عاوز اقول لك ايه، المباراه دي ادت رسائل مهمه جدا، ادت حوافز جديده انك انت ختمت المعسكر بسيء بعد الاداء المخيب لامال امام منتخب تونس. فانت ده بيقول لك ايه؟ انت مطالب ان تزيد من عدد مباريات مع الفئه الاولى. صح. يعني ايه؟ ممكن تختار المستوى الثاني والثالث في لحظات عشان ايه؟ قفل الملعب والدفاع والديفنس والاعتماد على المرتدات، لكن انت مع المستوى الاول انت محتاج تلعب مع ايه؟ محتاج تلعب مع كمان في المستوى الثاني، عندك كاميرون دلوقتي، الكاميرون بقت مستوى ثاني، محتاج تلعب مع الكاميرون، محتاج تلعب مع كوت ديفوار، محتاج تلعب مع طبعا مع غانا، غانا معاك، محتاج تلعب مع نيجيريا طبعا، وما ادراك ما نيجيريا. فكابتن لا، في فوائد ومكاسب كبيره جدا. المنتخب اصبح واقف على رجليه. انت طرحت حاجه كويسه على المنتخب الاولمبي، المنتخب الاولمبي ده هو المفروض يبقى الرافد اللي هو بيمد
من المنتخب الاول بالعناصر المميزه لسه اعتذر للمنتخب اعتقد انه ما احنا مع يعني ما خدناش بالنا او فرحتنا باداء المنتخب الاول خليتنا شويه لا بالعكس انا بتكلم عن المنتخب الاولمبي على طول لا يعني ان هو هم فعلا فده يا استاذ جمال عاوز اقول لك انه ايه انه الناس كلها امبارح اتشدت بصوره كبيره جدا خاصه يعني. في اخر 10 دقائق بعد الدقيقه 100 منتخب الجزائري ضغط كبير جدا وانت راحت منك امبارح على الاقل ما بين تصدر كوره عرض صلاح وما بين انفراد مصطفى محمد ومرموش انت كان اللي عندك الفرص اكتر يعني منتخب يمكن الجزائر ظهرت شرسته في اللحظات اللي انت تغييراتك وتراجعت بالصوره وده ودانا ان فيتوريا تغييراته كانت صحيحه من الاول لو اي مدرب تاني كان كان قافل ركن وبتاع رغم ان هو ما جابونش يعني كان عنده الجراءه انه باغت وعنده ده دليل على عنده الثقه فاعتقد انه تجربه مفيده جدا وتجربه مهمه جدا والحمد لله ان المباراه يعني مش عاوز اقول ما فيش اصابات يمكن اكيد على يعني علي جبر يمكن ان شاء الله تكون بسيطه شد بسيط بتاعه والكلام ده لكن لا تجربه مفيده ومهمه جدا تجربه مفيده وهامه جدا لمنتخبنا الوطني الاول وزي ما قال الاستاذ جمال والاستاذ محمود على منتخب الاولمبي برضو عاملين حاجه رائعه جدا جدا ولكن يعني ان شاء الله نتكلم عنهم بقى بدايه الاسبوع القادم انا بشكرك جدا يا استاذ جمال على وجودك معانا شكرا جزيلا استاذ محمود على وجودك معانا يا رب دايما ننصر اخواتنا في فلسطين ويا رب كل امورهم تبقى على احسن وضع خلال الفتره القادمه انا بشكركم واشوفكم بكره على خير ان شاء الله